البري ديبلويمنت، البوست ديبلويمنت، وفي النهايه حنتكلم على البوست ديبلويمنت. بدايه مع الار ار تي كومبوزيشنز، احنا هنا نتكلم عن اللي هو ستافنج، تعريف بسيط لها هي the ability to deploy rapidly is dependent on having trained and ready to deploy staff capable of filling critically needed roles for an outbreak response. الهدف منها انه تحديد فريق مخصص يشتغل على الريسبونس لاي outbreak يحصل داخل المنشآت الصحية. طيب في الريكومنديشنز طبعا اللي دائما لازم تكون يعني تكون مركز عليها في حال انك وضعت كتيم ليدر، وات رول شود بي انكلودد، ما هي الرولز؟ طبعا حنذكر لكم في رولز ريسبونسبيلتيز موجوده، واللي هي من استلام البلاغ الى العمل عليه. الرولز هنا يتكلمون عن ايش الرولز اللي الفريق مسؤول انه يعملها ويشتغل عليها. بعدين يقول لك how many responders in each role، هل انا احتاج في كل قسم او في كل مع كل شخص مثلا مخصص انه يشتغل على هذه الشغله، هل احتاج شخص او شخصين؟ من ناحيه الشخص اللي مثلا يعمل الترصد، من الشخص اللي يشتغل على الابيكيرف والاشياء هذه، هل انا احتاج شخص او شخصين؟ في النهايه اللي هي does there need to be a team leader، هل انا احتاج team lead في كل قسم، او هل انا احتاج لكل شغله احط لها تيم ليد؟ اذا كنت انا مثلا مسؤول في مديريه ومسؤول عن الار ار تي وانا اللي ماسك الاوت بريك اللي يحصل مثلا في منشات صحيه في تو ديفرنت هوسبيتال، هل انا احتاج ان يكون عندي تيم ليدر هناك ويكون عندي تيم ليدر في المنشاه الثانيه، او اني لا والله اشتغل كتيم ليدر ويكونون عندي فرق موزعه داخل الاقسام؟ هذه فيما يخص الار ار تي كومبوزيشن. هنا معطينا الستركتشر، الستركتشر هذه اخذت من الدبليتشو، هي تتكلم عن ايش من هم الناس اللي انا مثلا احتاجهم. يعني الرولز مثلا عندي مثلا بعض المهام حتكون مخصصه للابديميولوجي، بعض المهام حتكون مخصصه مثلا لفريق مختبر، بعضها الانفكشن كنترول طبعا شيء اكيد حيكونوا موجودين داخل المنشآت الصحيه وهم اللي يشتغلون على المهام تبع الانفكشن كنترول، احتاج كيس مانجمنت، احتاج شخص في السوشيال موبلايزيشن، في الريسك كوميونيكيشن، او ما احتاج. الديبندز كلها تعتمد على ايش الوضع داخل المنشاه الصحيه، او هل او ايش الاشكاليه اللي انا احتاج عليها الفريق. هنا انت توزع الفريق، توزعه مثلا بتاخذ لك والله ناس زي ما هو موضح مثلا في الصوره اللي تحت تشوفونها، وي نيد ستاف فور موبايل لاب. هنا يتكلم عن مثلا عندي واحد تيم ليد وعندي اثنين مثلا مخصصين له، بالاضافه الى الاشياء الاخرى، هل احتاج اني يكون مثلا ابديميولوجي هو مسؤول عنه، او هل احتاج انه الانفكشن كنترول داخل المنشاه الصحيه يكون مسؤول عن جميع المهام اللي تحت اللي مقسمه لللاب، للتكنيشن، للنيرسينج، لاي قسم انت تحتاج. انت حسب السيتويشن اللي تواجهه انت داخل المنشاه الصحيه، انت عليها تبني الفريق تبعك. في البارت الثاني نتكلم عن الرولز والريسبونسبيلتيز. في الرولز والريسبونسبيلتيز هنا يتكلم يقول لك اكتيفيشن، متى في البدايه تبدا، اللي هو الاكتيفيشن تبع الار ار تي وين ريسيفنج نوتيفيكيشن اوف ا بوزيتيف كيس. مبدئيا عند استلام النوتيفيكيشن اوف ا بوزيتيف كيس يبدا يتفعل الار ار تي. بعدها الهيد اوف اي بي سي ان ار اتش دي اسايند ايميديتلي افتر ذا نوتيفيكيشن، طبعا زي ما احنا نشتغل عليها الان وحنا شغالين عليه من سنين، اللي هو مسؤوليه الار اتش دي، هو متابعه او مسؤوليتهم اللي هي فيما يخص الحالات داخل المنشات الصحيه، وبعد ما استلام البلاغ مسؤوليه منزل المنشاه الصحيه ويقيمون مع الفريق داخل المنشاه الصحيه. بعدين يقول لك during the visit to the healthcare facility الار ار تي must trace all exposed healthcare's and patients. هنا لازم الار ار تي يعمل التريسنج لجميع الممارسين الصحيين والبيشنتس اللي المخالطين، اضافه الى الار ار تي should work with the healthcare facility implementing preventive measure to manage.
طبعا فريق الـ RRT ايضا من مهامه انه يشتغل مع الفريق داخل المنشأة الصحية في موضوع الـ implementation للـ prevention measures تبع الـ infection control. الـ RRT should guide the facility on proper terminal cleaning and monitoring staff. لازم يكون في guidance للـ terminal cleaning وأيضا الـ monitoring staff تكون من مهامهم أيضا ومسؤولياتهم. طبعا أيضا follow up مع الـ healthcare facility for any update with regards the cases. في حال طلعت عندنا حالات أخرى من الـ outbreak من مسؤوليات الـ RRT إنهم يعني يتابعون ويكون عندهم update لأي new cases. أيضا debrief الـ IPC healthcare facility staff on result of assessment and provide support recommendations and action to ensure الـ IPC gaps are filled. يعني حتى أيضا من مهام الـ RRT إنه لازم يكون في debriefing للـ IPC healthcare facility staff بعد النتائج للـ assessment، وأيضا يعمل provide support اللي هي الدعم، بالإضافة إلى التوصيات والأكشن للتأكد من أنه ما يكون في أي خلل داخل المنشأة الصحية يؤدي إلى زيادة عدد الحالات. إضافة إلى أنه لازم يرسل تقرير للCRRT لفريق الوزارة، أيضا من المهام المسؤوليات أنه يرسل Detail Report اللي هو by Electronic System. إضافة أيضا in case of electronic system is not available، الـ RRT ما يقول إن والله أنا بنتظر مثلا، إذا ما لا must find any alternative method to communicate with the CRRT for report submissions. لازم إن يجاد أي أفضل الحلول وأسرع الحلول لتوصيل المعلومة للـ CRRT عشان يكون عندهم اطلاع كامل على الوضع داخل المنشأة الصحية أو المنطقة. إضافة إلى اللي هو لازم يعمل زيارة to any other healthcare facility that the patient may visit during the past 2 weeks. الزيارات اللي هي تعمل للمنشآت الصحية الأخرى اللي ظهرت عندها أو زارها أحد الـ positive cases. الـ RRT أيضا must be delay updated, follow up and send any an update to CRRT. هذه بالنسبه للمهام والمسؤوليات. طبعا في مرحله الـ RRT training احنا نتكلم هنا ايش الجول من الـ RRT training program is to have الـ RRT members trained and ready to deploy. يعني الهدف منها طبعا هنا انه الـ training program دائما اللي يعمل للـ RRT الهدف. الصوت ما ادري واضح الله يعافيكم. واضح واضح. طيب فيما يخص الـ goal قلنا للـ RRT training program is to have the RRT members trained and ready to deploy. هذا الهدف منها انه يكون الفريق مدربين بشكل واضح ويكون عندهم يعني تصور كامل عن في حال وضع في اي يعني في اي مكان للعمل على الاستجابه لاي تفشي يحصل داخل المنشاه الصحيه. ايضا الان RRT training program should be designed according to the country's response context and incorporate existing resources to ensure that the most appropriate personnel are trained on the most up to date and relevant materials. نتكلم يقول لك انه التريننج بروجرام لازم انه يكون دائما ابديتد ودائما يكون يعني full of materials that the RRT member need to know لتطبيق الإجراءات بشكل صحيح. As an IPC RRT must know the rules and responsibilities and trained well to ensure apply the requirements needed correctly. الـ IPC طبعا RRT لازم انهم يكونون على دراية كاملة بالمهام والمسؤوليات، إضافة إلى كيفية تطبيقها وكيفية متابعتها وكيفية أيضا إيصالها لممارسين الصحيين داخل المنشآت الصحية، بالإضافة إلى أي أيضا اللي هي الاحتياجات التخصص لأي قسم من الأقسام. طيب نجي للمرحلة
بعدها الار ار تي ممبرز هاف ذا سيم ليفل اوف بيسك نوليدج اند سكيلز. لازم نعرف انه الار ار تي ممبرز يحتاجون انهم يكونون على درايه كامله بالنوليدج والسكيلز اللي يحتاجها لتطبيقها داخل المنشاه الصحيه، ليس فقط انه يكون مثلا على درايه مثلا ب خلينا نقول انه في الاي بي سي مثلا ستاندرز ولا لا، يحتاج انه يكون على درايه كامله بكيفيه تريس للحالات، كيفيه ايصالها لزملائهم داخل المنشاه الصحيه في الاي بي سي في الاي بي سي ديبارتمنت، انه يكونون الزملاء للكوردينيتر على درايه بتريس لجميع الحالات بالشكل الصحيح، بالاضافه الى تطبيق المعايير بالشكل الصحيح، عمل الريبورتات بالشكل المطلوب. ايضا عندنا بروفايد ال ار تي ممبرز اوبورتونيتيز تو ليرن نيو سكيلز اند براكتس اكزيستنس سكيلز. عندنا هنا نتكلم عن انه الار ار تي ممبرز لازم يكون ياخذون الفرص انهم يتعلمون على اشياء جديده ويتعلمون على نيو سكيلز في تطوير المهارات للتعامل مع الحالات داخل المنشآت الصحيه. كيب الار ار تي ممبر سكيلز كرنت وذ تشينجينج ميثودز اند ساينس الاوز الار ار تي ممبرز تو انجيج وذ ذير تيم ميتس ترانسليت الار ار تي ممبرز سبجكت ماتر اكسبرت انتو ا فيلد. هذه كلها فيما تخص اللي هي الار ار تي تريننج. نجي للار ار تي اكتيفيشن واللي هو من اهميه موضوعنا اليوم، واللي نتكلم فيه عن اللي هي كيفيه التعامل مع التفشيات وتطبيقها داخل المنشآت الصحيه. طيب لازم نعرف حنا انه فيه عندنا 3 ليفلز في ال RRT activations. لازم نعرف انه عندنا حاجة تسمى بال pre-deployment واللي هي مرحلة اولية، عندنا deployment واللي هي مرحلة وانت موجود داخل او موجود للعمل في على الحالات، مرحلة post-deployment واللي هي مرحلة ما بعد الانتهاء وكيفية التعامل مع الوضع. يجي هنا زي ما انتم شايفين في الصورة، نتكلم عن الاوتر بريك، نتكلم عن الاكتيفيشن بارت في البداية، اعطيكم نبذة بسيطة عنها، بعدها البري ديبلويمنت والديبلويمنت والبوست ديبلويمنت. طيب ايش الجولز للار ار تي اكتيفيشنز؟ طبعا الهدف منها اللي هي ماكسمايز الريسبونس افشنسي باي ريديوسينج التايم نيدد فور اكتيفيشن بروسيس. في مرحله الاكتيفيشن بروسيس لازم انك انت تكون عندك ريديوسينج التايم حسب الاحتياج، يعني ليش؟ لانه السرعه، تحتاج السرعه في هذا الشيء. ايضا ماكسمايز الريسبونس افشنسي باي ايدنتيفاينج ابروبريت تيم كومبوزيشن زي ما تكلمنا في البدايه اللي هي تحديد التيم. وعندي طبعا كل ما كان التيم مدرب ويعرف مهامه ويكون سريع في تطبيق مهامه افضل عندي من يوم اني اقعد ابني فريق جديد يعني ما هو على اطلاع بالتعامل مع التفشيات. ايضا minimize the human resources used by strategically selecting staff، يعني طبعا اللي هي التقليل من human resources by selecting staff. عندنا ايضا maximize the response effectiveness by selecting staff، هذا اللي قلت لكم عليها قبل شوي، by selecting staff with skills to effectively address the response need. يعني يوم اني انا اختياري للاشخاص اللي هيعملون معي في الجائحه او في الاوت بريك اللي يحصل داخل المنشاه الصحيه، كل ما اخترت الناس البيرفكت كل ما كان وعندهم سكيلز كل ما كان عندي سرعه في تلبيه اي احتياجات. طيب ال RRT activation process طبعا احنا زي ما انتم عارفين اللي هي ال RRT receive في البدايه، ال RRT verified اللي هي بعد اعتمادها، ايضا بعدها تجي عندنا ال EOC activation emergency operation center. هنا تجي مرحله ال verified وال emergency وال EOC activations هي مرحله ال RRT activation. طبعا ال RRT rosters واللي هي تتكلم عن composition تحديد الفريق، بعدها تجي مراحل اللي هي ال pre deployment وال deployed وال post deployment.
طيب هنا what decision making criteria factors or data should be considered in the decision to activate the RRT. طبعا لازم نعرف انه severity of disease. عندنا ايضا size of outbreak, هل هو في منشأة واحدة او في اكثر من منشأة, risk of transmission, location, geography, local capacity to response, national capacity to response, funds, media attentions, ايضا leadership decision. هذه بعض الكريتيريا ولا خلينا نقول الفاكتورز اللي لازم انت في مرحله الاكتيفيشنز انك لازم تكون يعني على درايه بها عشان تكون على درايه في تحديد فريدك حسب الاحتياج. طيب نجي هنا begins with an alert of potential outbreak and including three processes. هنا البروسيس اللي قلت لكم عليها اللي هي pre deployment وال deployment وال post deployment process, تعريفات بسيطة أو اطلاعات عليها. اللي هي في البداية pre deployment اللي هي مرحلة before, during, وال post deployment اللي هي after. في البري ديبلويمنت تتكلم عن refer to preparatory activities for deployment that typically occur at the emergency response headquarters. احنا نتكلم هنا عن المرحله تحضير الانشطه او خلينا نقول اللي هي تحضير الاحتياجات اللي انا احتاجها للتعامل مع الحالات, هي المرحله الاوليه. ايضا تكون على درايه اذا كنت مثلا تشتغل انت في المديريه الشؤون الصحيه, او طبعا اذا كنت في منشاه صحيه تكون على يعني على درايه بالوضع اللي عندك داخل المنشاه الصحيه, بس اذا كنت في المديريه لازم تكون عندك في البدايه التحضيرات اللي تحتاجها, جميع التحضيرات يعني ايا كان. احنا نتكلم عنها شوي تفصيل قدام, بس انه يعني تكون مجهزها قبل ما تنتقل للمرحله الثانيه اللي هي مرحله الديبلويمنت. ديبلويمنت البروسيس تبدا عند ال RRT members leave for the field and end when the RRT demobilizes and returns. هنا المرحلة ذي during اللي هي نتكلم عنها مرحلة deployment process, وهي مرحلة ال RRT members يوم يكونون يغادرون من, خلينا يعني كشرحا لها أن وجود خروجهم من المديرية وعملهم داخل في المنشآت الصحية بعد رجوعهم, هذه تعتبر مرحلة الديورينج. مرحلة الافتر اللي هي البوست ديبلويمنت نتكلم عنها بعد رجوعهم لمقر عملهم, ايش الاشياء اللي يحتاجون يعملونها وايش الاشياء اللي يحتاجون يتابعونها مع المنشآت الصحية. نجي بعدها لمرحلة البري ديبلويمنت, نقول ايش الجولز فور بري ديبلويمنتس اللي هي ماكسمايز ريسبونس افشنسي باي ستاندرايزنج بروسيسز ان بريبريشنز فور ذا ار ار تي ممبرز ديبلويمنت. هنا المرحله هذه اللي هي ستاندرايزيشن بروسيس في مراحل تحضيريه لفريق ال ار ار تي, ماكسمايز ريسبونس افكتيفنس باي بروفايدنج ار ار تي ممبرز وذ انفورميشن. هذه طبعا المعلومات شيء اكيد لازم تكون موجوده في المرحله الاولى. الايكويبمنت سبلايز supplies necessary to respond appropriately to the specific emergency. إيش الشيء اللي أنا أحتاجه إنه يكون معي, let's say مثلاً كان عندي MERS, هل أنا إيش الصوابات اللي عندي, إيش الأشياء, كل شيء يعني يتعلق بالنوع الديزيز اللي منتشر أو نوع الفيروس أو نوع, هذه هي الأشياء اللي أنت تحتاج تعمل عليها وتحتاج توفر جميع الاحتياجات اللي تخصها. What pre-deployment processes are needed to mobilize the RRT? The equipment, the travel arrangements, the funds, the administrative paperwork, and others أيضاً. طيب, what is the process of pre-deployment briefing? إحنا نتكلم هنا على providing situation awarenesses on evolving response, provide the latest informations available regarding the particular health emergency, address the concern RRT members may have about the present emergency, maximize the RRT responders' effectiveness and safety in the field. هذه دائما تكلم عنها اللي هي في مرحلة pre-deployment. What content we would be useful to include in the pre-deployment briefing?
latest surveillance data اللي تعتبر من الانفورميشن تحتاجها, situation report, الهاند اوفر نوتس او الريبورتس فروم returning responders في حال كان في شخص داخل راح ذهب للمنشأة واشتغل فيها وطلع وجاء مثلا للمكان المقر العمل اللي انت شغالين فيه, تاخذ من عنده المعلومات قبل ما تعطى لك المهام, clear well defined objectives for response activities, الريبورتنج ميكانيزمز, الفورمات والفريكوينت فريكوينسي, الريليفنت انديكيتورز, الكرنت سيفتي اند سكيورتي سيتويشنز انكلودنج الامرجنسي ايفاكويشن بلانز, الارايفل لوجيستيك اند لودنج ديتيلز, الفيلد بوينتس اوف كونتاكت اور اذر ريسبوندرز. هذه جميع الاشياء اللي تحتاجها ايضا في مرحله البري ديبلويمنت. نجي لمرحله الديبلويمنت, هنا نتكلم عن ايش اهدافها, ماكسمايز ريسبونس افشنسي اي ريدوسينج دوبليكيشنز اوف ريسبونس ايفورتس ثرو الكوردينيشنز مع الامرجنسي اوبريشن سنتر اند ريسبونس بارتنرز, ماكسمايز ايضا ريسبونس افكتيفنس باي مونيتورينج ذا امرجنسي ستاتس اند ريسبونس اكتيفيتيز تو انشور ريسبونس ايفورتس ار ميكينج ان امباكت, maximize the response effectiveness by modifying team compositions and structure to effectively address evolving response need. هنا طبعا من الاهداف انه يتكلم يقول لك انه في مرحله الديبلويمنت انه لازم تكون على درايه بفريق التيم كومبوزيشنز والستراكشر والمهام اللي تعطى لاي شخص لازم تكون واضحة ومحددة عشان ما يكون في عندك الدوبليكيشنز في العمل, بالإضافة إلى المونيتورينج للوضع, بالإضافة إلى الأكتيفيتيز اللي تحتاج تعملها داخل المنشأة الصحية. هذه كلها في أهداف الديبلويمنت بارت. نجي هنا للRRT coordinations and reporting. طبعا انت لازم تكون على درايه ب هو بروفايدز ذا انفورميشن, فور اكزامبل RRT ممبرز تو RRT تيم ليدر تو RRT مانجمنت, كيفيه عملها, كيفيه توفير المعلومات بشكل كامل, وات كونتنت تو انكلود ان ذا ريبورت, هل انت تحتاج ديلي اكتيفيتيز, تشالنجز, نيكست ستيبس, ستافنج ريسورس نيدد, when to report لازم يكون عندك في وقت وجودك داخل الحدث لازم يكون عندك time of day في لعمل الريبورت, هل تحتاج انك ترسل الريبورت مرة في اليوم او اكثر من مرة, هذه كلها من الاشياء اللي تحتاج تعملها. How or methods of reports, طبعا كيفية عمل الريبورت, هل تحتاج انك تعمل زي ما احنا نعمل عليها اللي هي ارسال رساله اوليه بعدين اللي هي عمل التقرير في الالكترونيك سيستم وارساله للسنترالز, هذه من الاشياء اللي انت تحتاج تعملها. طبعا اكزامبل مونيتورينج للار ار تي اكتيفيتيز, تتكلم عن ايش الاوبجكتيف, طبعا هي ايدنتيفاي الريسك جروبس, انشور الاكيورسي اوف داتا, أيضا understand the reporting mechanisms at the sites participating in surveillance, بالإضافة إلى ensure the adherence to the standardized case definitions. طبعا أيضا في عندنا ال objectives, هذه ال objectives بعدها تجي ال activities, بعدها تجي ال deliverable, بعدها ال indicators اللي أنت تعملها. هذه مجرد example لل epidemiology surveillance. الأذر أكتيفيتيز اللي تحتاج تعملها وانت موجود داخل أو موجود في الحدث داخل المنشأة الصحية, تحتاج تعمل إيفالويشن, تحتاج أيضا تسوي هاند أوف أند ترانسفير أوف إنفورميشنز, ديموبيلايزيشنز أوف إند ميشن, وهذه هي في مرحلة إذا كنت أنت خلاص انتهى وجودك داخل المنشأة الصحية أو عملك داخل المنشأة الصحية, تسوي ديليجيشن للناس اللي بعدك, تبدا تسوي تعمل على تقييم كامل يتحدث عن اللي هي الاشياء اللي تم عملها, الاشياء اللي هي ما هي متوفره, الاشياء اللي تحتاج تعمل عليها مستقبليا, وتسلم المعلومات للناس اللي موجوده لاكمال العمل, وتحدد اوقات لارسال المعلومات لك اذا كنت انت في الهيد كوارتر ديبارتمنت. في مرحلة البوست ديبلويمنت نتكلم هنا عن الجولز فور بوست ديبلويمنت واللي هي ماكسمايز الهيلث اند ويل بينج اوف ريتيرنينج ريسبوندرز,
ايضا maximize response efficiency and effectiveness by identifying ما هي الاكتيفيتيز, what kind of activities functioned well so they can be continued, ايش الاشياء اللي انت عملتها داخل المنشاه وكانت يعني ناجحه وتشوفها انها ناجحه بالاجماع يعني مع الفريق, تسجلها عندك عشان تكون يعني موضحه انها تشتغل عليها وتعملها كخطط عندك داخل او عفوا اذا في حالات انها وجدت عندك اوت بريك اخر في 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 منشآت صحيه اخرى تبي تعمل على نفس السيتويشنز. What activities did not function well so they can be improved, ايش الاشياء اللي مثلا احنا عملناها وكانت غير ناجحه, ايش الافكار او ايش الاشياء اللي احنا ممكن نشتغل عليها عشان نسوي لها تطوير, what gaps exist so they can be filled, ايش الاشياء اللي كانت يعني عندنا موجوده واحنا نحتاج ان وغطيناها وكانت بيرفكت. هذه كل الاشياء انت لازم تسجلها وتعملها كريبورت لك وللمستقبل. What information should be collected during debriefs during the action review, what worked well زي ما ذكرنا, what did not work well, a suggestion للimprovement, training, what training would have been better prepared للRRT members for the response. وهذه من أهم النقاط إنه التطويرية في للRRT members. عندنا details guidance للpost emergency evaluation, نتكلم عن timelines of RRT deployments after surveillance alert verified, quality of pre-deployment activities, إضافة إلى just-in-time training appropriateness, and resource distributions matched for RRT needs, quality of response activities, RRT completion of indicators, RRT support mechanisms, communications and reporting, human resources, supplies and equipment, subject matter expert, RRT challenges. هذه كلها factors تشتغل عليها في عملية الإيفالويشن وتكون موجودة لك. قبل ما يعني ننتهي من هذه بعطيكم يعني حاجة بسيطة بس كده نتكلم عنها في موضوع اللي هي الأكتيفيشن. طبعاً الأكتيفيشن يختلف من مقر عملك. أنت إذا كنت تعمل داخل المديرية الشؤون الصحية الآن مع وضع التحول تشتغل في مثلاً في التجمع الصحي ومهام التجمع الصحي أو تشتغل في منشأة صحية وتطبيقها له مراحل. إذا كنت أنت داخل المنشأة الصحية طبعاً هذا يكون أسهل بكثير لأنك أنت already أصلاً عندك تصور واضح وانت اوريدي عارف ايش الوضع عندك داخل المنشأة الصحية وايش الاشياء اللي انت حتعمل عليها عشان تنجزها بشكل صحيح. حصل معانا قبل كذا يعني في مناطق اخرى رحنا اشتغلنا معاهم في موضوع كان فيها اوت بريكس وكانت كانوا على دراية بالوضع داخل المنشأة الصحية وهذا اللي سهل علينا نجاح يعني خروجنا من الفاشل اللي كانت داخل المنشأة الصحية. أما في حال إذا كنت إنك أول مرة يعني تروح للمنشأة أو إنك ما تدري عن ما عندك دراية عن الوضع داخل المنشأة يصعب عليك أو الشخص اللي هناك ما هو موجود أو ما هو عامل ديليجيشن لشخص آخر فتكون يعني شوية. أهم شيء في البداية إنك لازم تعرف في مرحلة البريبريشن الانفورميشن الأساسية إيش الوضع داخل المنشأة, إيش الإشكاليات, إيش النقص, إيش أيضا إيش السبلايز اللي ما هي متوفرة, هل متوفرة عندهم أدوات اللي أحتاجها في أو السبلايز اللي مكافة العدوى اللي أحتاجها على حسب الترانسميشن اللي موجود عندهم داخل المنشأة. هذه كلها تسهل عليك في المرحلة الأولية. بعدها تجي المرحلة اللي هي تطبيق اللي هي داخل المنشأة واللي هي إنك لازم تكون يعني أول ما تجي لازم يكون عندك تصور الفريق يكون تختار خلينا نقول اللي هو الفريق يكون جاهز ويكون الناس عندهم سكيلز للعمل على الفاشية. بعدها اللي هي المرحلة الأخيرة اللي هي بعد انتهاءك عاد هذه تكون يعني مرحلة أسهل من الوضع
اللي في البداية أو الوضع اللي وضع وقت وجودك داخل المنشأة الصحية. هذه يعني مجملا محاضرتنا اليوم اللي تكلمنا فيها في البداية عن الكومبوزيشن، وأيضا تكلمنا فيها عن التريننج، وتكلمنا عن الروز والريسبونسبيلتيز. نهاية تكلمنا عن الاكتيفيشنز. أنا خلصت هنا، الله يعطيكم ألف عافية، وأرجع أعتذر منكم على الخلل الفني اللي حصل في البداية، كان والله غصبا عنه، يعني قاعدين نحاول نص أكثر من نص ساعة بس ما زبطت. إذا في أي أحد عنده أي سؤال أو أي استفسار، إحنا حاضرين، تفضلوا. شكرا نواف، يديك العافية. طيب نشوف زميلة نواف إذا في أي استفسار حاجة من الزملاء. نواف بيكون معاكم، وشكرا لكم، وأرجع أذكركم إلى ما حضر يحضر في الرابع. شكرا، يديكم العافية جميعا. الله يعطيك العافية إمام. أي أحد عنده أي سؤال أو أي استفسار أو أي نقطة حاب يذكرها، أبدا إحنا حاضرين معكم. يعطيكم ألف عافية.